اليوم احتفالية بمرور مركز التحكيم التجاري لدول المستعمر الخليجي بمرور 30 عاما. هذه الاحتفالية احتفالية إنجاز واحتفال بإنجازات اللي صارت قامت في خلال 30 عاما. التشريف اليوم وولي العهد برعايته هو أكبر مكسب لنا حقيقة، وحنا يعني جدا سعيدين ومتمنين، شكرا لهم صراحة. الحضور المحكمين اليوم بأعداد كبيرة ما شاء الله والمسؤولين، هذا دلالة على أهمية المركز وعلى أهمية تفعيله في مملكة البحرين، اللي حنا يعني كلنا في ضيافة حكومة دولة البحرين ومملكة البحرين، هذا الشرف لنا جميعا. دول الخليج العربي تسجل معدلات نمو اقتصادي من بين الأعلى على مستوى العالم، ومركز التحكيم التجاري الذي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه 30 يقوم بدور مهم في دعم هذا النمو، في جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال توفير سبل وساطة وفض منازعات مرنة سريعة موثوقة. طبعا احنا المركز شهد تطوير الفترة السابقة والفترة الحالية في تطوير الإجراءات وتطوير، يمكن اليوم دشنا الموقع الإلكتروني للمركز وأنظمته، ويعني إجراءات كثيرة راح تتعدل في المركز، من اختيار المحكمين إلى إجراءات القضايا إلى إجراءات كيفية الدخول إلى المركز، كيفية يعني استلام القضايا من بدايتها حتى نهايتها، واختيار المحكمين الذين يكون على يعني معايير معينة ويكون فيه هناك إجراء لهم. طبعا احنا يعني توجه بالشكر الى مملكة البحرين على يعني استضافتها لهذا المركز ودعمها دائما من السلطة العليا يعني لهذا المركز، وان يكون المركز هذا مركز خليجي يخدم الدول الخليج وبيئة الاعمال الخليجية. في الفترة الحالية شاهدنا يعني تزايد المسؤولين والأصحاب القضايا الخليجية أن لجأوا إلى مركز التحكيم وحاولوا أن يكون هناك وجود دور المركز التحكيم في حل المنازعات وحل الخلافات بينهم، ويعني قدر المركز التحكيم في حل هذه المنازعات في فترة يعني وجيزة وبسيطة، ونتمنى إن شاء الله أن يعني الإجراءات تكون ميسرة للجميع، ويعني يكون هناك تعاون بيننا وبين مراكز الخليج للدول المستعمره.